هي الملكة كما يسميها سكان ولاية صعيدة. آلة الجمبر لطالما كانت الآلة المفضلة لدى محمد كانو الذي توارثها أبا عن جد طيلة 130 سنة، وهو عازف لدى فرقة الديوان بجمعية زاوية سيدي بلال، وقد شارك في عدة مهرجانات جزائرية. الجمبري يمشي بالعروق تاع الدم تاعي، وهذا لو روتيال تاعنا ما لازمناش نسمحوا فيه. والديوان هو سا سي ترونسمي دو جينيراسيون اون جينيراسيون. عندي 87 صبته قدامي، هذا في ذاك القيس انا كانت عندي 20 هو كان في 60. انا شخصيا عندي كي نتصنت القمري عنده واحد الصوت ما تصورش، عنده صوت حنين، عنده صوت اللي يديك اللي يغرمك في صوالح اللي ما توقعش فيها. القمري آلة طرب مشكلة من صندوق خشبي رنان مستطيل الشكل، مغطى بجلد الجمل أو جلد الثور. هذه الوطارات نصنعوهم من المصران تاع العنزي، دونك ماشي مصران واحد، سا ديبون كل واحد وكيفاش يلعب. دوكا صار لي الشرف وين كنت مومبر جوري في الفيستيفال ناسيونال تاع الديوان في ولاية بشار اون 2013، وين شفت أي واحد يجيب الآلة تاع القمري يلعب بها ما تكونش ريكتونجل، باسكو نعرفوا الديوان الجزائري ماشي كيما القناوة تاع المغرب ومشي كيما الاسطنبالي تاع تونس وليبيا، لا كل واحد وكيفاش عنده الآلة تاع القمري مصنوعة. أصل هذا النوع من الآلات الموسيقية يعود إلى السودان، وهو خاص بزنوج المغرب، يستعمل في الحفلات التي تقيمها الجمعيات دردبة ديوان قناوة، ويرافق الأغاني الشعائرية الطقوسية التي تدعمها إيقاعات الطبل القرقابو. إذن وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على هذه الآلة، إلا أن أنامل أحفاد محمد أمين كانو تأبى أن تفارقها.